السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. لذلك يقول الإمام أحمد عندما سئل عن الفرقة الناجية: إن لم تكن الفرقة الناجية أهل الحديث أنا لا أدري من هم، لأن أهل الحديث أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتباعه وأهله مستحقون هذه الإضافة، لأنهم هم الذين عرفوا ما جاء به حق المعرفة وعملوا بذلك ودعوا إلى ذلك وصبروا على التمسك بالسنة، خصوصا عندما تكثر الفتن وتكثر البدع وتكون لأهل البدع صولة وجولة وأهل الحديث مستضعفون في الأرض، لكنهم يتمسكون فيصبرون على السنة وعلى العمل بالسنة، ويسخر منهم، يسخر من لباسهم، يسخر من لحاهم، يسخر من تمسكهم والتزامهم، ولكنهم يمرون ويقولون: لا يضر السحاب نبح الكلاب، فيمشون ولا يبالون. هؤلاء أهل الله، أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام.